وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني ايه وما توعدون دي؟ انا عايز اقول لك وما توعدون دي هي الباسورد بتاع الخزنه اللي بيتفتح بيها كل الارزاق في الدنيا. روح الخزنه بتاعتي في الشركه هتلاقي فيها 3 4 مليون، افتح خد اللي يكفي. قلت له والله انا عايز بس 200 ألف. فروحت وقفت قدام الخزنه، الخزنه هتفتح؟ لازم ايه؟ المفتاح. لازم لازم المفتاح او الايه؟ الباسورد. اهي دي وما توعدون، هي دي الباسورد بتاع خزائن الارض. فانت بتقولي طب يعني ايه برضو وما توعدون؟ اقول لك ربنا بيقول لك ان السماء ده في الرزق عشان ينزل ليه وعود. الوعود دي لازم احنا ايه؟ نفهمها. ولو ما عملناهاش والله لو رحنا جبال الهيمالايا ما هتعرف تفتح الخزائن طالما انت مش عارف الايه؟ المفتاح، ولا معاك الباسورد بتاع الخزنه. المفتاح ده فين؟ انا هقول لك على وعد واحد بس امشي بيه وشوف في الارض رزقك هيبقى عامل ازاي بعد ما ايه؟ بعد ما تطبقه. طرب ده في يومين طيب ولا كنزل الطياره؟ ربك سبحانه وتعالى لا يعامل بالايام، ربك يعامل بالايمان. إيه ربك بقى؟ المفتاح بقى يا سيدي. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. اي فعل صالح بتعمله في الارض. بص بقى، اول مفتاح للخزنه ايه؟ يا رب انا مؤمن بيك ومؤمن ان رزقي عليك ومؤمن ان مفيش مخلوق في الكون ممكن يؤذيني او يضرني وانا متوكل عليك. الحاجه الثانيه، انا طول حياتي من اول ما بصحى بعمل صالحات، حتى لو بقعد اقول لاخويا الصغير كده ازاي ينجح في حياته، بذاكر له. الام لما بتذاكر لبنتها او بتذاكر لابنها دي كلها اعمال ايه؟ صالحات. وعمل الصالحات راجع للقدرة بتاعتك. يعني ما ينفعش تبقى انت راجل معاك مثلا 10 مليون وبتعمل صالحات ب 10 جنيه في نسبة وتناسب، وكل واحد وكل ما تزود كل ما ايه؟ ما ربك سبحانه يضعف لك ايه؟ والله يضاعف لمن يشاء. كده اول مفتاح انا بعمله. اول مفتاح ايمان وعمل الصالحات. طيب يا رب وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ايوه ايه المكافأة بقى؟ لا يستخلفنهم في الارض. يا نهار ابيض، عارف يعني ايه استخلفك في الارض؟ عارف لما انا ولله المثل الاعلى سيب الشركة واستخلفك واقول لك يا علي الشركة دي مسؤوليتك، ده انت معاك كل حاجة. فلما ربنا يقول لك ده انا هستخلفك في الارض خليفه بتاع الدوله مثلا معينه، في ملك وفي اللي هو بيسموه ولي العهد او الخليفه بتاعه، ان هو لا قدر الله ده حصل له حاجه يبقى ايه؟ مجرد ما ده بيمشي بياخد كل حاجه. لما بتامن بربنا صح وبتعمل